السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أينما كنتم ورجحلتم نحن دائما معكم من الموقع محسن الغزالي، يحييكم ويشكركم على دعمكم المتواصل للقناة. الناس اللي كتشجعنا من داخل أرض الوطن وخارج الوطن، كنشكركم بزاف على التشجيع ديالكم المستمر للقناة. ها نحن الآن نتواجد أمام موقع باب الحد لننقل لكم آخر المستجدات حول هذا المشروع الذي أخذ اهتمام كبير من طرف الشعب المغربي سواء من داخل أرض الوطن أو خارج من أرض الوطن. كنشكركم بزاف. كيف ما تشوفوا معنا الآن، حنا دابا كنتواجدوا أمام شارع بن تومرت. هذا الشارع هذا اللي عرفته هو تهيئة، راه باقي مغلوق من الجهة القدامية فيما تشوفوا معنا هنايا. هذه البلاصة هذه اللي عرفت إعادة التهيئة ديال هذا الشارع هذا. كيف ما تشوفوا معنا، حنا دابا أمام موقع باب الحد باش ننقلوا لكم آخر المستجدات حول هذا المشروع. كما تشوفوا معنا الآن، نحن سنقترب قليلا باش نشوفوا آخر الأشغال والشكل النهائي ديال نفق باب الحد. كما تشوفوا معنا، هاد الشوارع هذا كامل عرف التهيئة، والصباغة كما تشوفوا معنا هنا كاع جهة ممر الراجلين تم الصباغة ديالو. كما تشوفوا معنا الآن، الصراحة ولا واحد الشكل اللي عطى واحد المنظر زوين للساحة ديال من القرب من ساحة باب الحد. كما تشوف معنا، هذا هو الشارع بن تومرت اللي صورت لكم دابا. نحن غادي نمشيو ان شاء الله باش نشوفوا النفق الشكل النهائي ديالو اللي قرب ان شاء الله، يا ربما هاد الايام يتم الافتتاح ديالو. كما تشوف معنا، هذا هو الشكل النهائي ديال نفق باب الحد. انا كنحاول نصور لكم الاتجاه اللي كي يجي من مدينة سلا. كيف ما تشوفوا معنا هنا الان، هذه هي الزواقة اللي تم الشكل ديالها، الشكل ديال الزواقة ديال النفق كيف ما تشوفوا معنا الآن. أنا نحاول نصور لكم من جهة أخرى باش تشوفوا الشكل ديال اليسار ديالها. الصراحة واحد المنظر جميل 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 بزاف، والصراحة طلع بواحد الشكل زوين بزاف ما كانش متوقع. كيف ما تشوفوا معنا الآن، حنا كنتواجدوا أمام الساحة ديال باب الأحد اللي على اليسار ديالنا، وكنحاول نصور لكم هذا النفق اللي تم البناء ديالو. وفي هذه الأيام كما سمعنا غادي يتم الافتتاح ديال هذا المشروع هذا، اللي غادي يفك بزاف ديال الضغط ديال السيارات حول هذا الموقع. كما تشوفوا معنا هنا الآن، كنحاول نصور لكم الجهة اليمنى والجهة اليسرى من النفق، ثم سننتقل إلى جهة أخرى إن شاء الله باش نوري لكم الشكل الجهة الأخرى. نشوف معنا الشكل، حنا دابا فوق القنطرة. هذه هي اللمبة ديال الساحة، هذه هي اللمبة ما بين النفق. حنا دابا فوق القنطرة الإخوان. هنا على اليسار ديالنا شارع بن تومرت، هذا هو اللي كنت صورت لكم البارح وحطيت لكم في فيديو، عرفت واحد التهيئة على مستوى الأسوار وزراعة العشب بجانب الطرق. حنا دابا نحاول نتجهو فوق القنطرة ونحاول نطلع على النفق من الجهة الأخرى اللي كيخرج في شارع الحسن الثاني. والإخوان كتشوفوا معنا هنا الآن، هذا هو النفق من الجهة الأخرى. كيف ما تشوفوا معنا، هاد الطريقة اللي كتخرجك في شارع الحسن الثاني وكتمشي بك لديور الجامع. كيف ما تشوفوا معنا الآن، حنا دابا فوق القنطرة وكنحاول نصور لكم النفق ديال باب الحد من الجهة اليمنى والجهة اليسرى إن شاء الله. الصراحة الزواقة هذه منظر جميل، عطا واحد الجمالية جمالية جميلة الصراحة. النفق واخا كيبان شوية صغير، ولكن هو متسع لسيارتين كيف ما تشوفوا معنا هنايا. هذه هي الساحة ديال باب الحد اللي على اليمين ديالنا، اللي غنخصص لها واحد الفيديو حتى هي ونتعرفوا على اخر المستجدات ديالها. ها انتم الاخوان كيف ما تشوفوا معنا هنا الان، حنا دابا كنتواجدوا فوق القنطره باش كنصور لكم الشكل النهائي ديال باب الحد اللي قلنا الطول ديالو 160 متر، 260 متر طول ديال التذكير، طول ديال النفق ديال باب الحد وهو 260 متر. انتوما الشكل ديالو تبارك الله، الصراحه ما كانش متوقع يكون في حاله الشكل هذا اللي زوين، والصراحه عطى واحد المنظر جميل.
وغادي يفك الضغط على هذا المكان اللي كيعرف اكتضاد السيارات. الصراحة مشروع تم الإنجاز دياله في ظرف وجيز، وبفضل الأشغال ليلا ونهارا تم إعداد هذا المشروع بشكل سريع. تبارك الله عليهم، زعما الناس اللي مكلفين بهذا المشروع هذا راه صايبوا فيه، صايبوا مشروع زوين الصراحة، وفي ظرف وجيز، نظرا اللي كما تعرفوا بأن الموقع موقع استراتيجي وسط المدينة. هنحاول نمشي للاتجاه الآخر، احنا دابا باقيين فوق الجانب ديال هان لما كتشوفوا معنا هنا، هذا هو الشارع الحسن الثاني، راه مغلوق باقي مسدود للنفق. انا كنحاول نصور لكم من الوراء ديال هذا المشروع. هذا المدخل ديال الى اتجاه من ديور الجامع كيف ما تشوفوا معنا هنايا الان. غادي نحاولوا نشوفوا النفق اللي كيخرج دابا في شارع مصر كيف ما تشوفوا معنا الان. احنا باقي كنتوزعوا على مستوى شارع الحسن الثاني. النفق دابا اللي وريت لكم سواء من الجهه اللي من هي او من هذه الجهه، هو كامل دابا ضيف دايس في شارع الحسن الثاني. غادي نوري لكم النفق الاخر اللي كيتم التقاطع ديالو، كيخرج في شارع مصر، يعني الى كنتي جاي من الاتجاه الاخر كتدخل في نفق اخر اللي غايبان لينا من هنايا تما فين كاين التقاطع ديالو، فين كاين هاد الخدامه هادو الاشغال. هنا كاين الناس اللي باغيه تدور على مستوى شارع مصر كيف ما تشوفوا هنا، راه كاين النفق الاخر اللي كيخرجك على مستوى شارع مصر، هو هذا دابا اللي انتقلنا ليه. هذا راه في اتجاه واحد كيف ما تشوفوا، يتسع لسيارة واحدة فقط اتجاه واحد. اذا كنت جاي من سلا مثلا شارع الحسن الثاني كتدور على شارع مصر اذا كنت باغي تهبط الباب العلو. انتما كيف ما تشوفوا معنا هنا الان، هذا هو المدخل ديال شارع مصر كيف ما تشوفوا معنا هنا الان، باقي مغلوق كيف ما تشوفوا معنا هنايا. هذه الايام ان شاء الله غيتم الافتتاح ديال هذا المشروع. هذا انتما تشوفوا هنا من الجهه الاخرى من شارع مصر كنحاول نصور لكم النفق. شفتوا كيف تشوفوا معنا هنايا من هذه الجهه، هذه كنحاول نصور لكم النفق، وهذه هي الساحه اللي على اليسار ديالنا، ساحه باب الحد اللي تم الانجاز المشروع عليها، انجاز مشروع باركينج تحت ارضي اللي غادي يتم قريب ان شاء الله الافتتاح ديالو. الصراحه غيكون واحد المشروع اللي زوين الصراحه، غادي يفك الضغط على السيارات وتلقى الناس فين تحط السياره ديالها. هذه هي الساحه ديال باب الحد تقريبا، تشوفوا معنا الاخوان على اليسار ديالنا كيتم كده المحطه ديال الحافلات وبس زوين. هاد دابا الان يتم انجاز ايضا مشروع اخر ديال باركينج تحت ارضي من طابقين يوجد بباب شله، راه ديجا حطيت لكم فيديوهات عليه اللي باقي ما شاهدش الفيديوهات يحاول يدخل القناه ويشاهد الفيديوهات الاخرين لعده مشاريع لمدينه الرباط. انتما شوفوا العشب هنا على الطريق كيف ولا، والصراحه عطات هذا المكان عطى واحد بعد التهيئه ديالو عطى واحد المنظر جميل للساحه. هذا هو الطريق ديال مصر الاخوان، شارع مصر. الى زدتي مع هاد الشارع هذا تا للقدام، قدام دا فين تنتاجو الان، غادي تلقى باب العلو. هنا مازال كنحاول نصور لكم الساحة ديال باب الحد. هنا على اليمين راه محطة ديال الحافلات كما تشوفو معنا هنايا الان، هادي هي محطة ديال الحافلات فين نلقاو الأنسطة و الحافلات ديال المدينة اللي تيتجهو كيتجهو المدينة ديال سلا، مدينة تمارا كما تشوفوا معنا الان. هذه هي المحطه الجديده ديال محطه الحافلات، وبهذا نكون قد اقتربنا من نهايه هذا الفيديو. هذا نتمنى ان يعجبكم، ولا عجبكم ما تنسوناش بديروا جيم، تخلونا شي تعليق او اي ملاحظه، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا جميعا لكم.